السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعي قناة شفاف شكو إبراهيم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله اليوم غادي نتطرق للطريقة الصحيحة للاشتراك في قناة شفاف شكو إبراهيم باش توصلوا لفيديوهات جداد. طبعا مؤخرا تلقينا العديد من الرسائل من بعض الأخوات كيقولوا لك أودي بلي ما كيوصلوهمش في فيديوهات جداد. طبعا حنا ما عندناش شي مشكلة في القناة، جميع الإعدادات هي هذيك. عندنا حسابات اخرين قمنا بالاشتراك في القناة وتوصلنا بالفيديو اتشتات. يعني المشكلة هي في طريقة الاشتراك، خصكم تعرفوا الطريقة الصحيحة للاشتراك في القناة. ما عليناش، ها هو الرابط ديال بعد القناة ديالنا، خصكم تعرفوا بلي هذا هو الرابط، هذا اللي كيبان دابا في الشاشة www.youtube.com/fshkoubrahim. اللي بغى يدخل القناة ديالنا هذا الرابط هو اللي غايدير في المتصفح ديالو وغايدخلو لهاد الصفحة. كيفاش غادي تلقى المقاطع ديالنا؟ ملي تدخل لهاد الصفحة غادي تكليكي على فيديوز، إلا كليكيتي على فيديوز غادي تلقى جميع المقاطع بالترتيب، هذا قبل 10 ساعات، قبل 10 ساعات، قبل يوم، قبل يوم، قبل يومين، قبل يومين، هكا جميع مقاطع الفيديو. بغيتي تقلب على شي مقطع فيديو غادي تكليكي على هاد ليكون، هادي ديال الريشيش، وكتب السميه. مثلا انت شتي شي تصويره في الفيسبوك، شتي شي وصفه وما طاحتش تما، ولا بغيتي تشوفها مره اخرى، غادي تدخل هنا تكتب غير المهم كيك اللي يعجبك، داكشي اللي كتقلب عليه، وغايطيح لك داك الفيديو بالضبط. المهم خصك غير تعرف المحتوى ديال داك الفيديو وشي كلمه كاينه في العنوان. ما عليناش، هذا طريقه باش توصلوا للفيديوهات. دابا غادي نوريكم طريقه الاشتراك. طريقه الاشتراك ملي تدخل القناه اول مره غادي يظهر لك هذا الزر، هذا الزر الاحمر، هذا الزر الاحمر خصك تكليكي عليه حتى يولي رمادي بحال هكا. الا ولا رمادي راك انت دابا مشترك في القناه، هاد القناه ديالنا غادي تنضاف لائحه القنوات اللي شاركتي فيها. طبعا الا بغيتي توصل بالتنبيهات للتليفون ديالك والايميل اون فوا طلع شي فيديو جديد، غادي تكليكي على هاد الايقون هادي ديال الريكلاج اللي كتظهر لكم هنا، غادي سيند مي اول نوتيفيكيشن فروم ذيس شانيل، ارسل لي جميع الاشعارات من هذه القناه، غادي تكليكي على غادي تكوشيها. وغتشوفوا هنا بلي انا درت الاعدادات ديال الكونت ديالي اصلا نتوصل بالتنبيهات عبر الموبايل فقط، وغادير مانج سيتينغ، ويمكن لك هنا دير عبر الايميل عبر اللي عجبك انت. بوست ايميل، انا اصلا سديت لي زيميل، غادي ندير ريزوم دابا، غادي نتوصل بلي زيميل حتى هما ان فوا يطلع شي عشاء. راسكم تصوبوا حتى الاعدادات ديال الحساب ديالكم، خصكم تدخلوا لهنا ديروا عربيه وتختاروا، المهم نتوما ديروا داك الشيء تتصلوا به عبر الايميل بالطريقه اللي عجبتكم. هذه هي الطريقه للاشتراك في القناه. المهم انا نتمنى تكونوا تفهمتوا هذه الطريقه، راه الطريقه سهله. واللي ما توصلش بالفيديو، راه حنا اصلا ديما كنلوح فيديوهات يوميا كاين جديد، غادي تدخل اليوتيوب تكتب افشكو ابراهيم ولا دير داك الرابط اللي وريتكم ديك الساعات، وغادي تدخل هنا وغتلقى الفيديوهات جداد. الى كاينه طريقه اخرى، حنا عندنا الصفحه ديالنا في الفيسبوك يوميا كنلوح الفيديو جديد، كنقول لكم على انت عامل رافع فيديو جديد وكنعطيكم الفيديو. يعني انت غادي تدخل الصفحه ديالنا في الفيسبوك، غادي تقلب غتلقى الفيديو جديد وغتدخل ليه. الى جاب الله دخلتي من شي فيديو بحال هكا وبغيتي تدخل القناه، غادي تكليكي غير على السميه في شكو براين، كليكي عليه وغاديك لديك الواجهه عاوتاني، وتكليكي على فيديو توصل لاي فيديو بغيتي. نتمنى تكون الطريقه باينه لكم. المهم هادشي اللي عليا درتو انا دابا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.